عليكم ورحمه الله وبركاته. مركز تدريب كره الحراسه بدمنهور معاه الكابتن ابو نور. معلش يا جماعه احنا اسفين جدا اتاخرنا عليكم، بقالنا فتره ما نزلناش فيديوهات، بس زي ما قلت قبل كده في اخر فيديو كنا منزلينه ان احنا بنجهز مكان جديد للتدريب. باذن الله بنظبط المكان، المكان هيبقى تمام التمام، هيناسب شغلنا ويناسب الشغل اللي احنا بنطلعه. طبعا مكان بنحاول ان احنا، معلش احنا طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان احنا داخلين على الصيف، بيبقى هنا شمس جامده ويعني في حر جامد، طبعا ده بيبقى غلط على الكلاب وقت التدريب لان احنا بنشتغل من الساعه 3 العصر. طبعا دي بالنسبه له في حد ذاته مشكله هنا. طبعا الكلب مثلا اللي بيطلع يشتغل معانا مش هينفع نطول معاه في القاعه او في الحراسه او الكلام ده في التدريب، لان طبعا الحر والشمس وانتم عارفين ان المكان هنا مكشوف ومفتوح. فباذن الله بنجهز مكان متغطي، مكان فيه مراوح، مكان فيه حاجات من دي. طبعا بنظبط المكان ده علشان حضرتك كمان لما تيجي تشوف كلبك تلاقي حاجه كويسه، مكان كويس تبقى انت واخد راحتك فيه. فطبعا معلش ده السبب اللي مخليني الناس اللي بتبعت لنا على الواتس بنتاخر في الرد عليها، الناس اللي بتبعت لنا في الكومنتات في التعليقات على اليوتيوب بنتاخر عليها. خلوا بالكم يا جماعه والله العظيم دي حاجه، يعني حاجه بتزعلني جامد 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 وبزعل جدا. مش شرط انت سنك كبير او سنك صغير، مش شرط انت مين او شغلك ايه او انت نظامك ايه او انت مين. طبعا اللي يهمني في شغلي كله ان انا ارد عليك، بس معلش انا متاسف جدا للناس اللي انا ما بردش عليها، متاسف جدا لكل واحد بعت لي رساله او عنده مشكله وما ردتش عليه، بس والله العظيم بسبب ظروف الشغل اللي احنا فيه، بسبب الضغط اللي احنا فيه. طبعا تجهيز المكان، التدريب، معلش انا برضو موظف في وظيفتي، طبعا كل الحاجات ديت معلش ضغط برضو، غير كده قله نوم وارهاق وكلام من ده. فطبعا في ناس ما بردش عليها، معلش ما تزعلش مني، انا اسف جدا جدا، لكن باذن الله ومشيئه ربنا هتابع مع حضرتك ومش هبخل عليك باي معلومه. النهارده يا جماعه حلقتنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، بس اللي يهمني ان كل الناس تشترك معانا، ان كل الناس تتابع معانا. اوعى تنسى تضغط على الاشتراك وتفعل الجرس، اوعى تنسى ان انت تعمل لايك. طبعا بكل اللي انت بتعمله ده انت هتتابع كل يوم جديد وهتعرف كل يوم اكتر. اوعى تفكر ان احنا هنيجي في يوم ونقف، باذن الله انا مش هقفه ومش هبخل بمعلومه عن حد لحد ما اموت. يعني انا معاك في اي وقت وفي اي مكان هتلاقيني، اي مشكله اي مشكله عندك انا هحلها لك باذن الله وبمشيئه ربنا. هنتكلم النهارده يا جماعه عن هرش الكلاب، الكلب اللي بيقعد يهرش كتير، الكلب اللي بيقعد ياكل في جسمه كتير، الكلب اللي بيقعد يحفر في جسمه كتير. دي مشكله في ناس كتير بتعاني منها، في حتت شعر بتطير بتعمل زي عباره عن التهاب. طبعا كان في لاخت كلمتنا، الاخت كان في اخت معانا متابعه لينا ومشتركه معانا على اليوتيوب، دي بتتابعنا من باريس، كانت مكلمانا قبل كده، دي كان عندها المشكله ديت وقالت يا ريت في حل باذن الله. هو في حل، ما فيش اي مشكله، بس المشكله الواحده اللي انا اللي هي ممكن هتبقى مشكله في حد ذاتها، ان العلاج عندنا هنا في مصر غير العلاج بره مصر. ممكن حضرتك مثلا تجيب نسبه العلاج من هنا، يبقى ليه اسم تاني، بس يبقى ليه اسم تاني بره، تمام؟ بس انا هقول بالنسبه لعلاجنا هنا في مصر، وحضرتك ممكن انت تجيب البديل بتاعه بره، مفيش اي مشكله. مشكله يا جماعه الهرش عند الكلاب، الهرش ده دي مشكله في حد ذاتها. كلب بيقعد يهرش، حتت من شعره بتطير، بيحصل حساسيه والتهابات، بس جسم الكلب مفيهوش حشرات ولا فيه اي حاجه، مفيش لا جراد ولا براغيت ولا كلام من ده. طيب الهرش ده جاي منين يا جماعه؟ اوعى تنسى ان في حاجه اسمها حساسيه تحت الجلد. انت ممكن او انا او اي حد بيجي علينا وقت ان احنا نقعد نهرش في جسمنا جامد، نهرش جامد، بس مفيش حاجه، انا لسه مستحمي، بس برضه بنقعد نهرش. طب الهرش ده يا جماعه جاي منين؟ من حساسيه تحت الجلد. بتبقى الحساسيه ديت تحت الجلد نفسه، بتبقى ماده بكتيريه او بكتيريا بتبقى تحت الجلد نفسه. طيب ده هنعالجها ازاي يا جماعه في الكلب؟ في حلين نعالج بيه، في حل بشري وفي حل بيطري. انا معلش بتكلم بسرعه عشان انا عايز اعمل لكم موضوع تاني باذن الله، حاجه تعجبكم برضه. في حل بشري وفي حل بيطري. الحل البشري يا جماعه هو ان نروح الصيدليه بنجيب حاجه اسمها افين حقنه، بنجيب حقنتين او ثلاثه مثلا بنديهم للكلب على مراحل، يعني يوم ويوم لا. الحقنه دي اسمها افيل، دي في الصيدليه عامله 2 جنيه، ما تخليش حد يضحك عليك ويكبر لك الموضوع، عامله 2 جنيه 3 جنيه بالكتير، تمام؟ الحقنه دي بتديها للكلب في العضل، باذن الله بيتظبط تمام التمام وبيبطل هرش. طب لو ما بطلش هرش والحقنه طلعت ضعيفه، بنروح للدكتور البيطري. يا جماعه في حاجتين انت ممكن تجيبهم، الحاجتين دول كويسين جدا وفي اي مشكله في الكلب ممكن تحتاج الحاجتين دول. حاجه اسمها نيروسيلين، ده مضاد حيوي، اسمها نيروسيلين، ده مضاد حيوي. وفي حاجه اسمها ديكساميثازون، دي مضاد للالتهابات والحساسيه، هي فيها نسبه كورتيزون ماشي، بس على فكره كويسه جدا وحلوه للكلب جدا وما يهرش خالص وما فيش اي حاجه من المشاكل دي. طيب النيروسيلين المضاد الحيوي ده بيبقى لونه ابيض يا جماعه، لازم ترجه كويس، بتروح للدكتور بتجيب 10 سم نيروسيلين و10 سم ديكساميثازون، بتجيب الحاجتين دول. انا بقول لك على اسامي الحاجات دي عشان ما حدش يغشك وما حدش يضحك عليك ويدخلك في قائمه كبيره، اعرف الاسامي دي كويس واعرف اللي انا بقول لك عليه، وباذن الله هتلاقي الحل للمشكله اللي عندك وهتلاقي
المشكله انتهت. هتجيب النيروس اللين هنجيب مثلا 10 سنتي و10 سنتي ديكساميثازون، دول هيعملوا لهم في حدود 7 جنيه 8 جنيه 10 جنيه بالكتير خالص. بتدي للكلب كل يوم من كل حاجه فيهم 3 سنتي في العضل، يعني في العضل اليمين 3 سنتي نيروس اللين، في العضل الشمال 3 سنتي نيروس ديكساميثازون. بعد كده يا جماعه بنكرر الموضوع ده كل يوم كل يوم لحد ال10 سنتي دول ما يخلصوا، ال10 سنتي دول ما يخلصهم باذن الله هنبص نلاقي الكلب انتهى من موضوع الهرش خالص وجسمه بقى تمام التمام، واي جرح في جسمه هيكون صحى، اي التهابات في جسمه هتكون صحت. بالكلام ده كله هننتهي من موضوع الهرش ونخلص من الموضوع ده خالص ومش هيبقى فيه اي مشكله للهرش. ودي كانت حلقتنا النهارده عن موضوع الهرش بتاع الكلب، الكلب اللي بيقعد يهرش وجسمه نضيف ما فيهوش اي حشرات ولا اي حاجه. طبعا ده موضوع غير موضوع ان الكلب يكون فيه حشرات يا جماعه، باذن الله هنبقى نتكلم فيه تاني. واتمنى ان ربنا يبارك لكم في حاجتكم يا رب، وما تحتاجوش لاي حد وما تخليش حد يضحك عليك وما تروحش تدفع كتير. مش معنى ان انت عندك كلب يبقى انت ملياردير، لا معلش، في ناس بتبقى ظروفها على قدها، الدكتور بيلسع فيها ما فيش حد عارف هو بيعمل ايه، او يعني إيه انت مش داري انت بتدفع ايه ولا كلام من ده، لان انت بتحاول ان انت تحمي روح حيوان عشان ما يتبهدلش او عشان ما يموتش. فمش معنى كده ان انت تروح تدفع الدم قلبك واللي انت بتشقى بيه تروح تدفع له الدكتور، لا. الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي نظام 10 جنيه 5 جنيه 6 جنيه، الحاجات دي كلها علاجات بسيطه يا جماعه، وانت ممكن تعملها وممكن تديها، وقلنا قبل كده في فيديو ازاي تدي الحقن للكلب. فيا ريت اي حد محتاج اي حاجه يكتب لنا، وباذن الله هنعمل له بقى حلقه. ويعني اشد الاسف واشد الاعتذار لاي واحد بعت لنا رساله وما ردناش عليه، بس والله العظيم ظروف وضغوط، والله حضرتك لو مكاننا هنا وموجود معانا هتقول الله يكون في عونكم. باذن الله يا جماعه من يوم ورايح مكملين، وهنرجع لفيديوهات التدريب تاني. بس معلش الناس اللي بتسالنا عن فيديوهات التدريب اللي كنا بنعملها، طبعا يا جماعه معلش احنا بنجهز المكان ده، الدنيا مكركبه على بعضيها، الدنيا مقلوبه على بعضيها، بنحاول باقصى جهدنا ان احنا كلاب الناس اللي عندنا تاخد حقها في التدريب، وبنحاول باقصى جهدنا ان احنا ننتهي من الموضوع ده، عشان باذن الله بالكتير فيها اسبوع او اربع ايام نكون انتهينا من الموضوع ده كله ونرجع تاني. وهتشوفوا تدريبات عمركم ما شفتوها، هتشوفوا عمركم ما تتخيلوها في محافظه البحيره، بس هيك تمام، هتشوفوا حاجات عمركم ما تتخيلوا ان هي تبقى في محافظه البحيره. باذن الله معاكم كل يوم جديد. يشرفني اشتراكك، يشرفني متابعتك، يشرفني اتصالك على التليفون، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.